الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت، الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي يا بعد عمري زوجي حبيبي. إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. أوف 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 أوف، أخس يا عامر، أخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون أزواجهم. من تقصد؟ من أقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رانج. بس هذي انا لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرس، الله يوفقك دنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشبه بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بو ذاك عايش الدور انه زوجها، بس صدقوا يستاهل عامر. يا ليتني قلت مكشف بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي هدي هدي، لا تعب نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحه. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سياره قيمتها 500,000. شوف شوف. قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعه ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعه طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجاه بقول لك عامر انتبه، وابيك تدعس فرامل بقوه طيب. وليه الاكشن هذا كله؟ خليني اشوف لي عمود واحطه بنص جبهتك هذه البرحه. وشو فعل الله ولا فعلك؟ سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبوله، اهلي بيشوفون المقطع يصدقون. وش في سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت. ها هذا حادث بسيط لجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا لا لا، عدس ما بي، خلاص ابشري سمي. هاي سنابيز، اليوم انا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في اي بي، ومرة مرة مرة متحمسين. وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله، الله ستر علي أنا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف. يا ناس أذكر والله، قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية. احذف المقطع، تراك اخذت حقك وزيادة. الو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها. ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله، اذكر الله عليه. يا حسافة يا الرنج. أها يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقوله طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. اسمه موضي سعد المبروك.
سلامات. وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزه المحتوى مره قوي بكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ انت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسميه نفسك جوان وانت اسمك موضي. انت نسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسويه نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وانا صورت المقطع هذا علشان اثبت لكم ان كل مقاطعها دراما واكشن ونصابة. انت صورتني؟ اي صورتك يا المقشع يا التفيخة، هذه فايدة الثوب البني. والحين عندك خيارين، يا اما انك تحذفين المقطع ولا تم القبض.